تلاوة القرآن في الليل مشروعة، وهي لا سيما في القيام لقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وأما ما يتعلق بالمفاضلة بين في السحر بين قراءة القرآن وبين الاستغفار، فالاستغفار مشروع بالقرآن في قوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. فيشتغل بالاستغفار، وإن انهمك في القراءة فأرجو أن ينال أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. لكن الذي جاء في القرآن فيما يتعلق بالأسحار هو الاستغفار: وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار.